روحوا هاتوا فنجان القهوة بتاعكم أو كوباية الشاي بلبن أو النسكافيه أو اللي انتوا بتحبوه، تعالوا نشرب القهوة سوا. صباح الخير. حاجتين عايزة اتكلم عنهم النهاردة. تاني حاجة هتكلم عنها شهر العسل. أول حاجة هي الغمز واللمز اللي بيحصل في المجتمعات الصغيرة. انا بتكلمش على المجتمع الكبير خالص، مجتمع الدولة، انا بتكلم على الناس اللي هي في دايرة معارف صغيرة ويبتدوا يتكلموا على بعض. من الحاجات اللي بتزعلني قوي ان لما حد بيشتغل شغلانة مش مطابقة لمؤهله او مش ممكن في رأي حد ما ينفعش حد يشتغلها او ما يصحش او مش من مقامه او الكلام ده. انا بقول الكلام ده ليه؟ لاني لقيت تعليق في الصبح على الفيسبوك من احدى الصديقات بتتكلم على الظاهرة دي وعلى الحاجة دي، وان مثلا ما ينفعش ست تشتغل في البوليس. لا ينفع طبعا، ما فيش حاجة اسمها مهنة رجالي ومهنة حريمي، كل مهنة ليها مهارات. لو هذا الانسان سواء راجل او ست يقدر يقوم بالمهنة دي يقوم بيها. انا ياما شفت ستات في مجتمعات او في مهن رجالية، في طول حياتي في مهن رجالي. انا كنت البنت الوحيدة اللي في الدفعة اللي بدرس ميكانيكال انجينيرينج، هندسة ميكانيكية. تخيلوا كده دفعة كاملة، انا كنت البنت الوحيدة. في السنة دي لسبب ما محدش دخل من البنات ميكانيكا، وقبليه بثلاث اربع سنين ما كانش فيه بنات دخلت ميكانيكا. اخر بنات دخلوا ميكانيكا كانوا قبل مني باربع او خمس سنين حتى كمان، لدرجة ان هم يعني عارفين نجوى ابراهيم المذيعة التقت بيهم وكانوا بنات لطاف خالص، وحتى لما اشتغلوا بعد كده ما اشتغلوش حاجات ميكانيكا قوي. في اجيال اكبر مني كانت فيها ستات وبنات دخلوا ميكانيكا لكن كانوا قليلين جدا جدا. ولما كنت بقابل حد واحدة ست في المصانع بتشتغل في حاجة زي كده، كانت عادة لا خريجة هندسة، او لو خريجة هندسة بتبقى خريجة هندسة قسم تاني، لكن ميكانيكا بالتحديد سمعتها انها مهنة رجالي. مفيش مشكلة، البنات بطبعها ممكن تكون ما بتحبش بعض الحاجات دي. انا حبيت الكلام ده ودخلت فيه ونجحت فيه، ولما اشتغلت برضو في المجال ده، واشتغلت في ادارة الجودة، واشتغلت في المصانع، ولما نقلت بعد كده في الاستشارات، شركة الاستشارات اللي انا كنت شغالة فيها كانوا كل البنات والستات بيشتغلوا مناصب ادارية، مش مناصب ادارية يعني وظائف ادارية، سكرتارية، عادة سكرتارية. لكن انا اللي كنت بشتغل في طقم الاستشاريين. وفي قيسوا على ده مهن كتيرة قوي، وفي مهن dominated by women يعني الاغلبية فيها ستات، يعني مثلا الممرضين، التمريض عادة في بلادنا العربية اغلبه سيدات. لكن في الدول التانية مفيش حكر على راجل او ست، بيشتغلوا كلهم وبيأدوا نفس الخدمة، لان المهنة مجموعة من المهارات، اي مهنة مجموعة من المهارات. فلما نشوف حد بيشتغل شغلانة، السؤال الحقيقي اللي نسأله هو ده حلال ولا حرام؟ لو حلال يبقى احنا ملناش دعوة، وكل واحد يحط لسانه جوه بقه. الشغل حلو ويقدر ولازم نحترمه ايا كانت المهنة وايا كان مستواها وايا كانت اللي بتشتغل فيها راجل او ست والكلام ده كله. دي حاجة كده يعني على معرض الحديث، حاجة لقيتها الصبح وحسيت ان انا لازم اتكلم عنها. نيجي بقى لشهر العسل. طبعا عارفة اللي جه في دماغكم، اللي هو اول شهر بعد الجواز اللي بيبقى فيه العلاقة لطيفة وناعمة وجميلة، وكلها بقى ورود واغاني رومانسية وشموع وطرت وجاتوهات وحاجات زي كده. بس مش هو ده اللي بتكلم عنه. مفهوم الهانيمون او بالعربي، هو بالانجليزي معناه الحقيقي قمر
العسل. وليه قصة كده في الأساطير الهندية اللي هي سبب التسمية. لكن في العربي هي اسمها شهر العسل. شهر العسل هي الفترة الأولانية في بداية أي حاجة، مش بس الجواز. يعني مثلا اتعرفت على حد جديد واتصاحبنا على بعض، تبص تلاقي أول شهر أو أول فترة، أول كام أسبوع، تلاقينا بنتصل على بعض تليفونات وبنتكلم وبنحكي وبنخرج مرة واثنين وثلاثة، لدرجة إن ممكن أنا أهمل أصحابي اللي بقالهم معايا سنين وسنين عشان هذا الدخيل الجديد على حياتي، أو الدخيلة الجديدة على حياتي اللي صاحبنا قوي 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 قوي. بعد فترة لو ما كانتش العلاقة مبنية على أساس قوي، تبتدي تنهار وتقل. ودي فعلا حصلت مرة معايا، إن أنا اتصدقت على صديقة جديدة اتعرفت عليها في نتوركينج ايفنت للناس اللي بيشتغلوا في البيزنس. هي عندها البيزنس بتاعها، انا عندي البيزنس بتاعي، اتكلمنا حكينا مش عارف ايه، خرجنا كذا كذا مره مع بعض، مره تعزمني مره اعزمها، رحنا حضرنا ايفنت مع بعض لمده حوالي شهر ونص، واحنا لا يخلو يوم الا لما نبعت فيه مسجز لبعض، لما نعلق على بعض، لان كان في تقارب قوي قوي قوي. لكننا تلاقينا من ناحيه البيزنس، ما تلاقيناش من الناحية الإنسانية. وابتدت الكلام يخف على فترات متباعدة، لغاية ما ابتدى بقى إيه، لما ابتدت العلاقة تنورمالايز، يعني تدخل في النورمال، تدخل في العادي. فممكن ظاهرة شهر العسل دي تحصل ما بين الأصدقاء أو المعارف أو الأصحاب. بنشوفها جدا جدا كمان في الشغل. لما نعين حد جديد مثلا في التيم، اول كام اسبوع بيبقوا التيم مبسوطين منه خالص، وبيتكلموا بيحكوا ويبتدوا يعرفوا عنه، انت ولادك فين، انت بتحب ايه، انت كذا انت كذا. وبعدين فجأة بقى، هو مش فجأة، هي جراديولي، بتدريج تبتدي العلاقات يبقى فيها حاجة مش مظبوطة، ناس تستغلسه، ناس ما تحبش شغله، ناس هو يدي ذنب لحد وحد يدي ذنب فيه. الكلام ده كله بعد ما عدت فترة الهانيمون. ممكن كمان نلاقيها في بداية الشغل، بس مش بس العلاقات، علاقتي أنا شخصيا في الشغل. يعني مثلا أنا رحت مهنة جديدة، أو مش مهنة جديدة، رحت مكان جديد بمارس فيه مهنتي، مهندسة. في الأول ببقى حابة الشغل والتحديات والمشاكل والحاجات الجديدة والبوليسيز والبروسيديرز والحاجات الجديدة عليا فيه. بعد شوية ممكن الواحد تصيبه حالة من الزهق. ايه ده؟ أنا زهقت، أنا مليت، كل يوم نفس الناس، كل يوم نفس الحاجات، كل يوم نفس المشاكل، كل يوم كل يوم كل يوم. خلصت فترة الهانيمون. او مثلا واحد يبتدي هواية جديدة. في كنت من فترة ابتديت هواية، مش عارفة هل انا قلت لكم ولا لا، بس انا بحب الرسم والدودلينج والتلوين والحاجات دي. وكنت زمان بشتغل اشغال ابرة، بس طبعا من الكمبيوتر، المفاصل بتاعت الصوابع اتأثرت، فما عدتش بعرف امسك بدقة قوي زي زمان. فابتديت هواية جديدة، وهي ان انا بقصص صور من المجلات ومش عارف ايه، وبعمل زي قص ولزق كده، وبدهنها بحاجات معينة، وبعمل رتوش معينة والكلام ده. وعملت لوحة وكنت مبسوطة جدا جدا، ونزلت بقى اشتريت ادوات وجبت حاجات، وقلت بقى خلاص، وكل بقى ما تجيني مجلة اجمعها. واشتركت في مجلات مخصوصة على الزهور وللطيور عشان انوع الصور اللي موجودة تحت ايدي، اللي اقدر اقصقص واركب حاجات منها. ومليت البيت بقى، وبعدين زهقت، ما عنديش وقت. لما خلصت اللوحة الاولانية حسيت بالساتسفاكشن ان انا خلاص عملت، حققت اللي انا عايز اعمله، وما كملتش تاني. في بداية أي حاجة، في بداية أي مرحلة، بيبقى في فترة
اللي هي ممكن تبقى فترة لطيفة، فترة ناعمة، فترة فيها انبساط، فترة فيها اكسايتمنت، ان احنا مستمتعين بالحاجة الجديدة، واو اكسايتمنت حاجة جديدة. وبعد كده تبتدي الامور تتغير. الخبرة علمتني ان لما بقى داخلة على حاجة جديدة، زهوتها الحلوة في الاول ما تعميش عيني عن المهام الروتينية والحاجات البايخة والعلاقات السخيفة اللي ممكن تيجي كباكج في شوال مع هذه المهنة، مع هذه الهواية، مع هذه العلاقة. نستمتع بالفترة الأولانية بالهاني مون، نستمتع بيها جدا جدا جدا، ولكن نحط في اعتبارنا ان في فترات جاية ممكن تبقى الأمور صعبة، ممكن ما تبقاش على هوانا، ممكن، وساعتها بقى لازم نفكر، اه يلا كرسي في الكلوب طفي الفرح، ويلا انا همشي، انا هروح ادور على شغل تاني. دي فترة الاولانية في الكارير بتاعي كنت بفكر كده، انا ايه اللي يجبرني استحمل القرف ده، انا ايه اللي يجبرني استحمل الناس دول، انا ايه اللي يجبرني كذا، انا ايه اللي يجبرني كذا. مفيش حاجة تجبرني، ولكن عشان الواحد يبني نفسه فعلا لازم يتحامل شوية على نفسه ويستحمل لحد معين عشان اتأكد 100% ان هذا المجال مش ليا، او هذه الشركة مش ليا، او هذا الشغل مش ليا، او هذه الصداقة مش ليا، او هذه الهواية مش ليا. محتاجين وقت عشان نأبسورب كمان المهارة. احيانا بنستصعب شغلانة لان ما عندناش لسه المهارة بتاعتنا، ما اتصقلتش وما وصلتش 100%، فاحنا كأننا العربية ماشية على الجنط لأن لسه التاير ما تنفخش عشان يرفع العربية ويخليها تمشي بسهولة وبسموز وبسلاسة على الطريق. فلو انت رحت شغل جديد ما تتغرش في الفترة الأولانية، خليك موضوعي طول الوقت، ركز على صقل مهارتك. لو انت ابتديتي هواية جديدة ما تعمليش زي بقى وتروحي تشتري بقى كل حاجة، ابتدي حتة حتة. لو لقيتي نفسك عجباكي هذه الهواية كملي فيها. لو تعرفتي على حد ما تدخليش بكل ثقلك فيه وتهملي الناس التانية اللي في حياتك. لو انتوا في بداية علاقة ما تخلوش الرومانسية تعمي عينيكم عن الواقعية، يعني خلوها واقعية مغلفة برومانسية، مش رومانسية مغلفة بواقعية، لا الأهم هنا الواقعية، ونغلفها برومانسية جميلة حلوة تحلي حياتنا وتحلي العلاقة اليومية اللي بيننا. أعتقد إن أنا هقابلكم بعد شوية تاني، احنا نازلين دلوقتي رايحين المول تاني لأن امبارح عجبتنا حاجات للولاد بس هما ما كانوش معانا، فأنا دلوقتي بقيت إن هما اللي لازم يختاروا، هما اللي لازم يجيبوا لنفسهم، احنا بنجيب لهم حاجات بس كهدايا، مش لازم ان انا اكون مع جوزي طول الوقت وهو بيشتري او هو معايا او احنا مع بعض، لكن في حاجات معينة اللي خاصة لازم يقيسوها فلازم يكونوا موجودين. فهيروحوا هنروح وهنشوف الحاجات دي وهنتغدى بره، واشوفكم بعد شوية. Bound train to Fairway is arriving. Thank you.
الكتاب ده The Approval Fix، الكاتبة جويس ماير هي من خلفية كنسية، فالكتاب يعتبر كتاب ديني، لكن الموضوع نفسه وطريقة كتابتها، هي طبعا بتتخلل الفقرات بعض آيات من الإنجيل، لكن الموضوع نفسه هو اللي عجبني وأثار فضولي، ولقيت الكتاب حلو جدا، إن هي بتكتبه للسيدات اللي دايما بتدور على موافقة الآخرين أو قبول الآخرين ليها، دايما بتفكر الناس هيقولوا عنها إيه. أحيانا بيسموهم people pleasers، اللي هم دايما بيحاولوا يرضوا أشخاص معينة أو بيرضوا الناس اللي حواليهم، فيبقى من جواهم دايما بيعملوا اللي الناس عايزينهم يعملوه. كل واحد فينا كان في مرحلة من المراحل تحت سيطرة هذه العادة الوحشة، ان احنا نحب دايما الناس يوافقوا على افعالنا او ان احنا نرضي الاخرين، هو كده ان احنا دايما دايما بنسعى لارضاء الاخرين. وكان زمان في كلمة كنت قريتها، ارضاء الاخرين غاية لا تدرك، مش ممكن مش ممكن هنرضي كل الناس اللي بيجوا في حياتنا، فبالتالي بنبقى في حلقة مفرغة من ان احنا نعمل كل اللي الناس عايزينه، ومع ذلك برضو ما نحصلش على الرضا منهم، ممكن يكون شخص معين او اشخاص معينين. هكمل الكتاب، يمكن أكلمكم عن الموضوع ده بكرة أو يمكن النهاردة لو قدرت أخلصه بدري، وكان فيا هو إن أنا أكلمكم عن الكتاب. أنا تقريبا خلصت نصه وهو كتاب صغير، فيمكن أكلمكم بقى عن مشاكل إرضاء الآخرين.